هو اجتماع هام جدا، لان من المهم ان تتوحد المعارضة ويكون هناك واجهة سياسية للمعارضة. حتى الان هناك بعض الخلافات حول التيارات التي يمكن ان تتغلب داخل هذا الاطار. كلهم متفقين على ان المعارضة لازم تتوحد، ولكن لم يصلوا الى اطار محدد ممكن الجميع ينضموا اليه. الحل العسكري لن ينهي الموضوع حتى الان، وبالتالي يجب البحث عن حل سياسي يمكن ان يحقق النتائج المطلوبة. والحل السياسي يأتي عن طريق الممثل المشترك الأخضر الإبراهيمي بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وهو بيسعى ولم يستقر على كيف يكون المدخل للتوصل إلى حل سياسي، لم يستقر حتى الآن. وضعنا كل أنواع وسائل الإقناع، لأن ما لا أستطيع أن أقول الضغوط، وسائل الإقناع، لأنه لابد أن الاتحاد الروسي والصيني يغيروا من موقفهم وأيدوا أن يصدر قرار ملزم من مجلس الأمن. حتى الآن لم ننجح في هذا.